voilà, la pâte d'amande tu as chbeh safra. درتها تتروبوزي روبوزات لا ماتيني كامل هي خليتها تتروبوزا درتها في البابي في فوالا هايليك ودركا ما حنحلها ونديرها فوالا بالطوابع هاميك طوابع عندي هادو كيما حبيتو ديرو عندي هادو فوالا وعندي فوالا دركا راحين نديرو هرسه نحي البقرة تاع الأتاي فوالا دركا نحلوها فوالا ونطبعوها ودوك تشوفوا كيفاش شوفي هاي حكمت روحها تخي 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 بيان انا ندير بشويه باش هكذاك ما تغلبنيش باسكو هي خطار الاولى اللي ندير فيها فوالا فوالا تشوفو كاني نحل فيها جبت هاديك تاع لاخر غنحكمو هكذا نديرو نديرو هذا راح نديرو طوابع ندير هذا فوالا هاي ديك باش تخرج نديروها في السنيوه هنايا فوالا شوفو نزيدو شدت روحها بيان قلتلكم كاينين يخلو يديروها في الليل والصباح يدو يطيبوها دوك انا نقليها تاني كي نقليها نزيد نخليها ساعة ومن بعد نخليها تتروبوزا فوالا ما تحلت ما والو كاين يديرو لا مايزينا انا ما درتش لا مايزينا باسكو خليتها تروبوزا هذه نخليها هنايا نروح لهذه تاني انا ندير غير بوتيت كونتيتي قلت لكم هذه هي الخطره الاولى اللي راني ندير فيها فوالا خفت ما تنجحليش وين ندير بس كل لوز على بالكم لازم تحط الزيت يعني مشيت على البروفيسور اللي قلت لها يعطيك باش يديروها فوالا فوالا نحوس عليها هذه وين درتها يا سكريها مليح راكم تبعو فيا الطريقة هاي ديك فوالا دوكا نديرو لا هي سهلة غير حنايا باغي قاعدين نسخرو شوف نجيب سيوة أخرى فوالا ديرو وريدات صغيورين كيما حبيتو هايديك هاذيك شوفوا كيفاش جاويه ها فهمتوني ودوك كي نقليهم تشوفوا احسن هادي ما صغيرة بزاف ما عجبتنيش هادي صغيرة فوالا
بعد فوالا نديروهم هكا هانسكر مع الصب وهاهم كيفاش يجوا هاهي والله غير 3 كيلات قطعوا لي بيان ومهم نقليهم ونخبيهم ندير في الكونجيلاتور في ساشي كونجيلاسيون ونديرهم كي تكون مناسبه ولا حاجه نجبد وندير كان مشي هذوك احنا نديرو في المقطع هو تاعي ماشي كامل لا كيفاش يجو شوفوا كيفاش جاوني شوف كيفاش جاوني عامليك دوك تبعوني كيفاش نقليهم قلتلكم ما نحمرهمش لا بروميير فوا لا بروميير فوا ما نحمرش خليهم شويه بيوضة شويه بيوضة ولا دوزيام فوا خليهم حتى يبردوا مليح حتى يبردوا مليح باش مقروطات صغيرين يعجبوني المقروطات هادو كيجيو في المقطع حلوه تجي تهبل هاد الوردة ما عجبتنيش انايا هاد الوردة دوك تشوف كيفاش ندير لها فوالا هاني شبحتها باسكو ديك المدورة تقول شي طوابع حطيت طوابع فوالا كيكون هذا كبير عوجوه فوالا من بعد عرفوا كيفاش فوالا فوالا هاديك هادي تاع لاخر ما عجبتنيش دوك نديرها كونتيتي ديرو غير طويسات صغيرين برك ما ديروش بزاف شوفوا فوالا ما قعدليش بزاف شاد الدوس خبي خلي هذا الدوس يسحقوا لي السيكار يجي مليح مع السيكار هذا خلوه هنا فوالا هايليك شوفوا ودوكا كونوا معايا دوكا نسخن الزيت ونولي لكم الزيت راح يتسخن مثلا نديرها لكم هنايا باش تشوفوا كيفاش نغلق فوالا فوالا دوكا الزيت يتسخن شوفوا ماشي من ظلامه شويه شكيت فوالا ندير حاجة باش ما يتسلقنيش
ودرت شويه الفلفل طول زيت سخون نحكي لكم شويه الفلفل حلو شويه الطماطم مع الثوم وجدتهم مليح مليح وفلفل حادثهم يقطروا باسكو عافاك هنا الفلفل يطلق الماء بزاف هنايا يبيعوا فلفل ما فهمتش الفلفل تاعهم يطلق الماء بزاف سكيفي درت كلش والفلفل الحلو سنغسل يديا نجيكم هاكم تشوفوا فيا شويه الفلفل في الكوشه باسكو انا عندي لابلاك ما نقدرش نشوي الفلفل فوق لابلاك درتهم في الكوشه انا الفلفل ما نقدرش نحل في الفور ما نقدرش نحل في الفور وكلش ونقول لكم بلي هاي نقلب ونعاود تعرف شنو ندير نمسح الفلفله نحكم الفلفل نمسحهم مليح بابي سويتو نحكم بابي سويتو نحكم نمسح بيان فلفل نمسحو ومن بعد واش ندير نحكم طويسه فيها الزيت نغطس يدي وندهن الفلفل كامل ندهنو كيف الفلفل الحلو كيف الفلفل الحار كي الطوماطيش واش الطوماطيش قسموها في الوسط ديروا لها هكذا جوغ ان كاري بالموس هكذا باش كي من بعد نحو غير قشره دهنتهم كامل بالزيت ابار الثوم لا ودرتو في الفوق حتى طفيت وجبدتو هاك يتنحى وحده ما داروا في الفوق في الكوشه تقلبوا وهادي ويترت جامي ديروها انا نقولها لكم النصيحه من عندي الفلفل تتهناو منه من الكوشه دهنوه بالزبده باردون دهنوه بالزيت شي حتى يتبتل حكم ويدكم دهنوه تعرفوا كيفاش دهنوه وديروه في الفوق وجربوها وجربوها ورجعوا لي لا ريبونس في الكومونتير الفلفل كلش وديروهم في الفوق ما تقلبي ما تحلي الفوق ما والو حتى تحلي الفوق تشوفيهم كامل لون واحد تجبدي وحطي في الساشيات وربطي ساعه حلي هكذا تنحي هذيك الاخر يتنحى وحده ودوكا انت تقول لكم بلي شوفي هنايا ها هو البلون دوف هذا صغير هذه ديال نجيب حاجه شويه كبيره باش ندير لكم فوالا ندير هذا في هادو ندير في هادو ندير في هذا البلون دوف فوالا سينا ما نحزتش نجيب البيطون سي جامي نقعد اون كان هاي واحد الحاله وحال الشباب 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 الشهي الصيف عندنا حنايا راهو الصيف وحموده نجيب اون سي جامي نقعد اون كان باسكو نديرو فابور ونحطو يقطر لي فوالا او يسخن هاهم هامليك شوف كيفاش جاوني هامليك كيفاش جاوني فوالا هاي تسخن الزيت مليح لم هاد الدنيا لم هاد الدنيا فوالا هاكم تشوفو خلينا نرجعها في بلاصتها فوالا انا طيب ثلاثه شربت تاي يوم اللي ننفع في الكوزينه سامبل مني نوت وانا في الكوزينه فوالا فوالا نكون نوريكم اي تسخن الزيت باش نجيب الصفايه تاع فوالا ها هي هادي باش نرفدها باش نجيب الفاشيطه خلوه يقطع ما تخليش باب البيض ديروه لتابن كمان الصباح عطيتو بابي هذاك هذا ما سخنتش الزيت مليح خليها تسخن مليح قلت لكم على الفلفل جربوه ورجعوا لي الخبر والله ما تندموا انايا باسكو ما نقدرش نديرو على الغاز هذا سي لا بلاك فلفل نحطو في القاعه ولا في الطاجين خفت تطرق لي تطرق السجاجه ولا حاجه
ما حبيتش درته في الفوق. انا شاك فوا نديرو في الفوق، مي كنت نقلب ونعاود نحل الفوق دركا والله والو وراهم لي. سيديري كويزيني لي وراهم لي وراهم لي والله العظيم ولا هاي دخلته نط درت ميناج درت الفلفل تاعي الصباح بريباريت شبح الصفرة بريباريتها فوالا وخديتها روبوزي خليتها روبوزيت ودوكا راني الحشيه بزاف نهار طويل 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 جبتها نقيت الفلفل تاعي درته في في الطاقه حتى برد ونقيته ودوكا راح ندير شبح السلطه تاعي اللي كنت متمنيتها نتمنيتها نتمنيتها فوالا تخليه يقدر يقدر من اللي هو ما دير لي شي هو ما فوالا راسي متعصب قلت له قاعد دير هنا عندك في زيري عندك دار واش تحوس طيش عليك الزبل مازال ما يموت موتة بهذا كان يجري يعني يحب في الرعوة هو قاعد هنا فوالا اه نوريكم كيفاش عم يتقلع باردون هاويك نغطسو في البلون دوف صح واش لازم نصفو بيان بالبلون دوف هاي تنقلا فوالا راهي تنقلا شبح الصفرة تاعي تنقلا واش نهي ما نحمرهاش ما نحمرهاش ما نحمرهاش تحكم روحها برك و باسكو من بعد نعاود نعاود نديرها في البلوندوف ونعاود نقليها دوكا كي نكمل القضيه نتاعها هاكو شتوني دوكا كيفاش قريتهم راني نقري فيهم ومن بعد كي نكمل نعاود نوري لكم كيفاش طابولي بون هم طابولي شبح الصفرة لا بروميير فوا كيما وريت لكم طابو خطره وخليتهم روبوزاو خليتهم روبوزاو وعاود درتهم في البلون دوف وعاود قليتهم كي قليتهم هاملي كيفاش خرجوا لي دوك واش نديروا لهم فوالا دوكا نمسحوهم فوالا نفضوا لهم هذيك تاع البيض هذاك فوالا نمسحوهم فوالا نمسح كمان ان بابي سويتو ونمسحوهم وسجلت ديجا مقبل سجلت باش وريت لكم لا غوسيت تاع شبح الصفرة فينالمون تفاصيلت لي دوك نعطيكم التفاصيل تاعها كامل نعاود من دارا وجديد مي بصح ماشي كيما خدمتها وقعدت نهضر خير كان عندي شويه ستوكاج جيت نحيت فاصيلت لي اوغوزمون قعدت لي هادي فوالا قلت لكم 3 كيلات تاع بودغ داموند دوك راني نقول لكم لو طول راني نفض في هادو 3 كيلات تاع بودغ داموند ونص كيله ونص كيله تاع سكر كريستاليزي سكر بودر با غلاسي سكر بودر ونديرو شويه كولورو مع زوج مغارف تاع ما ورد ومن بعد نديرو لي ميزور 3 كويير 3 بول
نوريكم لي بون انا اللي عبرت به نوريه لكم دوك تشوفوا هنا باسكو تفاسات لي تفاسات لي هذا عبروا به ثلاثه تاع بودغ داموند لوز ملحي اللي تجي في الفرينه هذا ثلاثه والرابع سكر بصح ما نعمروهش لا مواتي فوالا ونديرو شويه كولورون في الماورد في كاش فنيجل فنجال فوالا نديرو فنجال تاع ماورد ونديرو شويه كولورون ونحطو لداخل مع السكر مع لا بود داموند ومن بعد نرمو لي جون دوف اون فيغ ا ميزور انايا سقامت لي بهاد لي ميزور سقامت لي ثلاث حبات تاع بيض جون دوف حتى ولات لي اون بات ولات لي عجينه ولات لي اون بات بيان ولات لي اون بات لايمتها بالجون دوف لايمتها بالجون دوف لايمتها بالجون دوف خلاص نحي هادو لايمتهم بالجون دوف حتى ولات لي اون بات هادي بريباريتها الصباح ومن بعد واش درت خليتها لا ماتيني كامل انا غير نوض بريباريتها درتها لا ماتيني شوف كيفاش طابولي زيني شاهو شتي واش هزو شقلياتها ومن بعد نوض الصباح درتها وجدتها وحطيتها درتها في البابي ولا في لمدوها وخليوها لا ماتيني انا لابخي ميدي هاد الوقت نوض قليتها حليتها وطبحتها بالطوابع هاي ليك هليلات هذا درتهم هليلات وهذا درتهم ما عندي زوج طوابع ما عنديش بزاف بزاف طوابع درت لها الطوابع وقليتهم قليه الاولى ديريها من بعد كي تبداي تحليها بديها شقيقه شوف ها ديريها شقيقه شوف باش تجيك شابه ديريها شقيقه كي ديري تقطعيهم كي تقطعيهم كامل احكميهم في البلون دوف مسحي بيدك بيا باش هذاك البيض ما يقطرش ديريهم يتقلاو يتقلاو شحال هكذا يتقلاو شويه بيوضه خليهم شويه بيوضه راني فاهم فيكم انا باسكو لا لا تاع الاولاد فاسات لي جيت نحي كتب لي ستوكاج واحد فاسات لي مزيه قالت لي هذه غير بكيت روحي غاتتني والله غير غاتتني ماشي كيما حاجه واحد اللي دبريها اقليهم خليهم بيوضه صفيهم في الكسكاس كيما درت انايا صفيتهم وخليتهم زوج سوايع هذوك زوج سوايع نقيت الفلفل تاعي كلش نقيت كلش الفلفل تاعي ومن بعد عاود درت في البلوندوف نعاود نغطسهم في البلوندوف نمسحهم بيم يدي نعاود نقليهم هاهم لي كيفاش خرجوا لي زوج قليات القلية الأولى بيضة والثانية دوري هايلي عطيتكم لاغوسيط إن شاء الله برك تقولوا فتوها لاغوسيط سينو إلا ما قدرتوش تحكموا لاغوسيط قولوا لي أنا ولا نكتبها لكم ولا حاجة ولا على غاتتني كي راحت لي فاسات لي ومن بعد قبل هايلي ننفضهم قبل ما عاودت الدوزيام هذا الآخر نفضهم السمش أو غلقي غلقي السمش أرمي المالك ماسك ومن بعد هايدي زوج قليات انا ميسي سخانة كيفاش سخانة سخانة يبدا تلاقيت مع كاع كاع الناس تاع مزيدي تلاقيت بهم ميم البروف خرجوهم كنت تلاقيت هاي سي بيان قلت لكم ومن بعد فوالا ها هي الثانية خرجت لي شابة فوالا وشني نرفضوها ميم في الأولى والثانية تنفضيهم باش تعاودي كي تقلي الاولى كي تقلى باش تعاودي تزاد تفضيها ثانية باسكو يجي كتتخشى فوالا فوالا ها هي نرفضهم وكي ندير اللحم الحلو طاجين الحلو كيما يقولوا مرقة حلوة طاجين الحلو مرقة حلوة كل واحد واش يحب كل واحد كيفاش هو يحكي فهمتوني كل واحد كيفاش هو يحكي انا يا هايليك ندير انايا ندير في لاخر ندير من بعد انا ندير فوالا غدوة كي ندير مرقة حلوة نوري لكم الطبيعة تاع لاغوسيط تاع الشق كيفاش يديرو الجاري ني ليغوم ني خيان تشوفوني كيفاش نديرو ويجي هايل
والله غير تجي واحد الشريبه تهبل. قلت ما كي نبدا نطيبها نوري لكم، وهذه كيفاش نرميها، والعينه انا شيت العينه ايش باش نقول لكم. اللوز انا ما نحمر، شوفوا كي راه جات، شوفي هاي لك، هاي لك، هاي لك كيفاش جاتني فوالا هاي لك. ونوريكم اللوز انايا ما نحمصوش اللوز في الكوشه. شفت انا وحده مغربيه ورات لي كيفاش يديروا اللوز، كيفاش يديروا له هما اللحم بالبرقوق تاعهم يجي هايل. على بالك المغاربه يقولوا اللحم بالبرقوق. فوالا انا اللوز عندي منقي، انا اللوز تاعي منقي، تنوريه لكم هاوليك. اللوز منقي، نسخن الزيت بيان كوم يفو ونديرو في الزيت ويتقلى في الزيت، ومن بعد نخليه غير ربع سوايع هو يقطر. كيفاش يجي يتقرمش في الفم، يجي يتقرمش في الفم. هنا نقولها لكم كي نديرو كي نبدا نقليه نسجل وتشوفوني كيفاش قليته، يجي شباب فوالا. هذا يجي شباب سكيفين دوك. انايا كي نبدا ندير بون اليوم في الليل، اليوم وجدت كلش، وجدت كلش اليوم في الليل باش هكذاك غدوه يكون عندي كلش ساهل. نقيت الفلفل تاعي درتو نقيتو هاوليك. هاوليك سنحي هذا شبح الصفرة هاوليك، هاوليك مازالو يقطر بالماء، وكان نخليه الكل هكا باش يقطر، نحطو في الفريجيدار نغطي. شوفي غدوة الصباح نسيبو مع مرة هكذا يسيل. حنا هنا الفلفل الحلو ما فهمتش فيه الماء بزاف، والله ماني فاهمه. حنا كي نديرو المقلي بدا الزيت طير والله. دوكا راني فهمتكم، وريتكم لا غوسيت تاع شبح الصفرا وسي دوماج راح تتفاسات لي سي دوماج، باسكو كي كنت نخدم كنت نخدم ونسجل فيها ايتو. معليش راني درت لكم 3 كيلات تاع بودغ داموند ونص كيله تاع سكر، و نورمالمون دو جون دو حكمت لي انا دو جون دو، وفي كويس فنجال تاع ما زهر وشويه كولورون وديروا داخل ولموا لمو حتى تولي لكم بون بات، وحلوها وطبعوا وقلوا ديروا في البلون دو وقلوها، خلوها ساعتين تتروبوزا انفضوها زيدوا نقلوها وها هي واش تخرج لكم. وكي نديرها في المرقه حلوه غدوه ان شاء الله نوري لكم كيفاش راح نطيب مرقه غدوه. ندير انايا شربه مرقه حلوه والحميس راح نديرهم تاع الشرق، ما نديرش اجيوا ندير الشرق باسكو تعجبني بزاف. وهذيك باش حنايا في الجزائر عيطوا لها الشريطه، في الشرق كاين اللي عيطوا له الحميس. دخلتي الحوايج ولا مازال؟ مازال. وفلاخر السمش بزاف السمش، وفي سوق راس، وفي سوق راس في سوق راس عيطوا لها سلطه مشويه، عيطوا لها سلطه مشويه. السمش راهي تيرمو حنا رانا 25 دوغري هنايا راهي سخانه بزاف فوالا. وغدو نوريكم هاني شويه الفلفل والحار والطماطم شويه كلش صفيتهم عم يستوى ونقيتهم وهرستهم شويه هرستهم. وغدوة نوريكم كيفاش نديرو غدوة عندنا فطوري شرقي فوالا ان شاء الله. وصحة رمضانكم وتهلاو في روحكم وبقاو على خير، وتهلاو وتابعونا في قناتنا وصحة شاكم وغدوة ان شاء الله.